بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالتمام والكمال. الآية هذه اعتنت بانفصال عقل الكافرين والمنافقين والريبيين والملحدين، عقلهم نجم نقولوا ليس موجود، لأنه الموجود هو ما هو ضد العقل، أي الشهوات للديزير للجويسانس. Bien sûr, ceux qui sont noyés dans ces problèmes-là ne peuvent pas avoir une raison opérante. Mais j'aime ce qu'on a dit. D'abord, il est gâché dans les maladies. Et il est gâché, parce que les maladies viennent d'Allah. Il faut remercier et remercier le remercier. Comme le dit le Moulin, « Si vous vous remerciez, vous vous remerciez. » Et si vous ما فهموش اللي جاي وقت مش في صلاحهم، ما جاتهم من لذات أو لذات بصرية سمعية لمسية شمية ذوقية، ما لذات جنسية. هيا نعوموا بحرنا ونشغلوا روحنا بالتمتع. هما في بالهم دايمين وقت اللي نساو اللي ربي قال وتلك الأيام ونداولها بين الناس. يا ودي مش دايم لك الملذات بالليل والنهار وانت ترتع في الحرام، يعني لا جنس ولا سلطان ومال ولا الكل ترتع في الحرام، وناسي اللي ستدفع الثمن ان لم تتوب الى الله اللي هو التواب الرحيم ورحمته وسعت كل شيء. هما ما اسمه لي ربي ورحمته وسعت كل شيء، قال رحيم، اي حتى انت الضال وأنت المستخف بأمر الله وليست لك علاقة بالقرآن، تعتبره مش موجود. تدون هذه كلام عفى عنه التاريخ، قال له دي حاجة قديمة، فكرينها دينا جديد، جيب لنا فلانة الفلانية، جيب لنا الموسيقى الفلانية، جيب لنا الرقصات فلانيات، وهذا هو اللي ورط فيكم مع الرب لم تجأ تعجل بالتوبة إليه سبحانه وتعالى، وهو التواب الرحيم.